ممكن. هات هيك من يوم شمس. نجمعوا بيناتنا باش خصنا نتفرجوا للمنتخب ديالنا باش ما كان. يعني كنا كنتفرضوا كنديروا جوج درهم باش انه نشريو التابعه ونديروا كونكسيون ونتفرجوا في المنتخب الوطني ديالنا. الفكره كنا دائما غير كنسمعوا المنتخب الوطني ديالنا غيلعب كيكون عندنا واحد الحماس، يعني واحد الحماس باش نتفرجوا في المنتخب الوطني ديالنا. يعني كنا كندابزوا مع الكونيكسيو باش نشدوا باش نتفرجوا في المنتخب. يعني كما لاحظتوا في واحد الفيديو اللي هضرنا من هنايا كان كيتقطع علينا الكونيكسيو. ويعني عندنا حب الوطن، يعني حب الوطن راه من الايمان. يعني خصنا نشوفوا المنتخب ديالنا واصل وكيحقق الحلم ديالو. يعني حنا ما كناش كنتوقعوا، يعني ما عندناش الحلم باش اننا نشوفوا بلازما بي ان سبورت في هذه المنطقه. يعني كنشكروه من هذا المنبر هذا، يعني كان الدراري ديال المنطقه كيوجهوا له واحد الشكر، وحنا ما كرهناش يجي هذا اللاعب هذا، يعني غير يحقق الحلم ديالو باش انه يزورنا لهاد البلاد هذه. اخبار المنتخب كما كنقولوا من طقطقه، السلام عليكم. كلشي كنتبعوه، اي حاجه كانت جديده، يعني الحمد لله. الهاتف كما الهاتف ديال الاخ حميد بوصحيب كنتبعوا فيه كلشي في هذه المنطقه هذه، وكنشوفوا الاخبار اي جديد ديال المحترفين. الاكثريه المحترفين ديال المغرب ان شاء الله هما اللي كنتبعوا بزاف. هواتف عند الاصدقاء ديالنا، ولكن تقريبا الهاتف ديال حميد هو اللي كيجد الكونيكسيون بزاف في هذه المنطقه هذه. يعني ما عرفتش مناش داك الشيء، الكونيكسيون كيجدها مزيان في هذه المنطقه شويه بعدا، واخا كتعكس مره، واني الحمد لله هذا ما عطاه. واني دابا الحمد لله غيكون متابعه دائما ان شاء الله للمنتخب، لانه وضعوا لنا تلفازات بفضل اللاعبين ديال المنتخب اللي هما من بينهم اشرف حكيمي، كنوجه لهم التحيه من هذا المنبر. اشرف حكيمي، منير المحمدي، والمهدي بن عطيه، وكنشكرهم بزاف. بالنسبه للصوره اللي طلعت في الفيسبوك، لا احنا ما توقعناش انها توصل لهذ الدرجه. حنا فقط بغينا نشاركوها مع الاصدقاء باش يعيشوا معنا هذه الاجواء اللي عشناها هنايا، والطريقه باش تفرجنا للماتش شافوها حتى هما، ولكن باش ما توقعناش انه غتوصل للعالميه بصفه عامه. اي هديه من اي اعز واحد اللي غيبغيك يعطيها لك، فهذه راه واحد يبغيك ويحبك خصوصا من العناصر الوطنيه اللي بما فيهم القائد المهدي بن عطيه، اشرف حكيمي، منير المحمدي. هديه اللي كنطلبوا الله عز وجل الله يجازيهم عليها، ان فرحوا هاد الاطفال. تفرجنا تمتعنا الحمد لله غلب المنتخب، وفي المباراه اللي تفرجنا في التليفون راه حنا كنا فرحانين، لان المنتخب ديالنا حقق واحد الفوز على الفياله الايفواريه واحد الطريقه اللي زوينه نتيجه واداء. والشكر ديالي الجزيل والتحيه العاليه للقائد المهدي بن عطيه. المنتخب كان يتفرجوا هنا، ما قدرناش نشوفوا الرزو مزيان، ما كنتفرجوش مزيان، ومنين اتصلنا بينكم وجبنا هاد الشيء التلفازه واعره وتفرجنا مزيان البارح. انا التفرج كان فرشنا البارح، تفرجنا في التلفازه بحسن التليفون بزاف. كنتبعوهم يغلبوا ويجيبوا لنا الفرحه ويديوا الكاس ان شاء الله. وكنشكروا اشرف حكيمي ومهدي بن عطيه ومحمدي.